يعني الأحداث المؤسفة والأخبار السيئة اللي جاية من قطاع غزة تتوالى طول الوقت. قبل ما نفتح نقاشنا ونرحب بضيوفنا، بس حابة أقول لحضراتكم آخر خبر وصل الآن. يعني قصفت إسرائيل كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة، وأعلنت وزارة الداخلية في غزة قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذكس وسط المدينة، وانهيار مبنى تابع للكنيسة، وتسببت غارات طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقوع إصابات خطيرة بينها لنازحين كانوا يحتمون بالكنيسة. يعني لا نملك إلا أن احنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية يعود لنا من جديد. دكتور أشرف، حضرتك سامعني؟ ايوه يعني يا دكتور أشرف، احنا سيبنا حضرتك من وقت قصير، ولكن الأخبار اللي السيئة حصل ده تتوالى. استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وعدد من المنازل حولها، وفي يعني وحسب الشهود العيان الإخوة المسيحيين بيقولوا إنه في يعني ركام كبير نزل عليهم، وهي الآن في مستشفى الشفاء. هناك عدد من الضحايا بين الشهيد والجريح. نعم صحيح. في أي يعني نعم عدد نعم مبدئي؟ أهلا وسهلا بيك. دكتور أشرف، في أي عدد أعداد مبدئية أهلا وسهلا يعني؟ بيك، حياكم الله. دكتور أشرف حضرتك سامعني؟ ماشي. أنا مدركة طبعا دكتور أشرف، أكيد يعني في موقف صعب. دكتور أشرف، كنت بسأل حضرتك على يعني حجم الناس اللي كانوا بيحتموا بالكنيسة، العدد كبير؟ للأسف فقدنا هو طبعا الاتصال. حسب نعم الوضع دكتور انه أشرف، في مليان نعم. ناس كتير تحت الانقاض. نعم طيب، صحيح. لا هل في سيارات إسعاف يعني هرعت للمكان؟ الناس بدأت تحاول إن هي يعني تسيطر، سواء في حرائق أو للمساعدة. مجمع الشفاء الطبي. نعم طيب دكتور أشرف، يعني واضح إن الموقف لسه، طبعا القصف لسه حاصل، فإحنا مش قادرين تحددوا حجم الكارثة. سنبقى على اتصال نعم متواصل بحضرتك للوقوف على يعني الموقف وآخر التطورات. طب اتصل عليا تاني، اتصل عليا مع شو بيضل هنتصل فيه. عليك تاني أكيد. دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الله يكون في عونكم، يعني كل ليلة أصعب من اللي قبلها.